شابة لو كان ربي يرزقني بدار تولاها كاع هكذا. سي الحسين. مسا الخير. مسا الخير. ياك سلامات معاه. اسمح لي لو كان يشوفني راجلي. والله تحيرت عليك. علاش تحير عليا؟ ودي ما نسمح لحتى واحد يضرب ولا يشتم مرا قدامي. داك النيف عليا. وعلاش لا؟ لو كان متبعتش عليا راك تندم. خير سخشيني. سي الحسين وجدت لي طبلة. واش نعمل؟ نتفارق مع رتيبة وكما قالت ما نجيب مرة واحدة أخرى. وزعما تقبل؟ مستحيل. ولا نعمل كيما كريم نجيب وحده بولادها. ايه وكي يكبروا يهربوا عند باباهم. لا لا نخزي الشيطان ونطلب السمح من عمي سليمان على كلام زعاف اللي خرج من فمي، ومن بعد نروح انا وياه ونبشروا راتبه. يا رب يا رب يرزقنا بالدرية الصالحة باش ما تسمح لي وتقبل بالصبي. سلمى العام جاي بالك ماكوش معاكم. معلش يا حميده؟ عاد روحي روضه الورود. لا لا راني عارفه روضه البنفسجي. البنات اش نسمعكم؟ حميده شكل مخبيه عليا. راني تعبانه و كملي لازم نبطل الخدمه. بصح حكيت براي ترجعي. لو كان سعدي مسكر كان ولادي تربوا كيما انتم في هذا الروضه. اوكي استغفر الله ربي يفرج. حميده راكي هبلتي. حسن ما يحبش دراري. تاتا انا شاب ولادو اللي في هذا الروضه مازال مخبياتو. تاني حميده نبي نخدمك واحد واحد برك. وعلاش؟ والاخر مسكين. وشنو؟ والو ما كاش اللي ما يغلطش معاكم. هيا ها كملوا وحدكم. تاتا سلمى شبه تاتا حميده؟ ايه كي تكبروا تفهموا. كملوا خدمتكم كملوا. رتيبة رهينا غمضي عينيك. بابا مانيش حابة نلعب. وين معايا؟ لعبي. شكري. من اليوم نتعلموا نلعبوا دور بابا وماما. بصح بالبالون ولا بالعروسة؟ صح شكري صح بابا. بابا انا حقر فيا ويا انا حقر فيا. لا لا ماما ما لازمش تحقروا بعضكم بعض. انتوا راكم كي الخاوة ياك؟ بابا تحبيني؟ يا ماما نحبكم في زوج. بصح كي تكونوا عاقلين. يلا روحوا تلعبوا الجلولة. يا عمري
وليدات الناس اللي حبهم وطالعين فيهم. وينك وليداتي؟ ما لاباليش بك يا حسن، انا قردي ولادي. ينقطع بخير ربي وخيرك يا عمي سليمان. بابا يما كانت تقول لك بعد العشاء تمشى. اي حق، هذا هو نفس كلامها الله يرحمها. ما تعرف واش نعمل، نروح نضرب لها بارتي بول. واقعي لا نجي معاك. شو وانا تخليني وحدي؟ سامحنا دودو، دوك انا وشكري نردو لك الدنيا تشحن. بارتي بول ياك تاخذي كلامي. عمري ما خالفت امرك بابا. بلا شوفي، انت وشكري روحوا عندي ماه وطلبوا منها السماح قبل ما تاخذوا القرار النهائي. لا لا يا عمي سليمان، مازال يامات ان شاء الله. عنده الحق بابا، عنده الحق. لازم نتحقوا بلي هادي مونة وحبيبتها ما راهمش يلعبوا بينا. قلت ما حبيبتو. هيا روح بابا. لعب بارتية ديالك وبارتية ديالي. لطيفة. على كل حال إلى هاد المرات دارت في رايحة في آخر لحظة، نقدروا نتكلوا على الفرصة الثانية مع الصبي تاع المركز. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. صحة. هاي راح نقعدوا بتم. اخلاص سلمى فهمنا عليها ياك. ايه شوفي دوك نجوز عليك. ايه صحة. هيا ملا نخليك هيا بقى على خير. وين راكي رايحة يا طفلة؟ دقيقة يما راح نجوز عند سلمى ونولي. يا بنتي كنت روحي تشوفي طبيب واحد اخر ماشي خير. علاش؟ شوفي كيفاش راكي تشيني. عندي في ريجيم. على الريجيم قد ما ديري ريجيم الفيبروم يكبر وكلش كتبان. صحي ما ايه ما راني نكذب عليك. ما نقولك حاجه، خلينا مسلمه روحي طيبي قهوه نحي شي كاطو ونجي. ما تبطيش برك هنا منى يسجيك فهميني. لطيبه ما ضيعيليش في وقتي يا. اذا حبيتي الله يبارك، ولا راكي بيني وبين ربي يجيب لك من جهه اخرى. حبيت نشوفها برك كيفاش عامله. شوفي ولا ولد ما عندي حاجه الا ماشي شباب، بصح الطفله نحبها تكون بوه. رتيبه انا نعرف وحده واش نقول لك، الزين تقوشي قمر. وشنو جابت ولادها كامل ما يشبهوا الوالو؟ قولي لي وفي صحتها لاباس بها؟ ما عندها حتى مرض وراثي. واشنو زيد ندير لك سيرتيفيكا ميديكال؟ سمحي لي بصح من حقي نتقلق. بابا قال لي لو كان صغير هذا يزيد مريض نقبلو ولا نرفضو؟ في هادي عندك الحق، انا قلت لها الا الصغير فيه اللولا لا تشدو عندها خير يا بنتي. وعلاش ما حبيتش تعمل ليكوغرافي هكذا باش نعرف الا بنت ولا ولد؟ ياك رفضت هي وزيد بزياده رديت لك دراهمك. شوفي انا نروح يا اختي. يا لا لا مازال الحال قعدي معايا شويه. وشنو نقعد؟ لو كان في دارك نقعد نشرب بالقهوه وناكل الكاطو. وشنو هنا راني في دار باباك يا بنتي، غير يشوفني يركبوا الجن ولا يرميني من الطاقه. خساره عليك، بابا صح منرفي بصح عنده قلبه بيض. اسمعي انا نهضر مع شكري وغدوه ان شاء الله نرجع لك بالخبر. لا لا انا مسافره، وشنو غير نرجع عندي لك تليفون. اسمعي هادو ليك. مية وخمسين برك بو. ايه يكتر خيرك. البركة في القليل يسلمك. اما لابقاي على خير، انا راني رايحة يا بنتي. سلامة. والله يعطيك الصحة يا مهدية ضحكتيني. ضحكتي لي شوية غبينة بنتين البارح قاعدين انا وبنتي. ايه اش ما عطيتي لها؟ ربي يسهل ان شاء الله وربي يشفيها. هذا ان شاء الله. يما 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 حنموت. يما حنموت. يما يا يما يا يما وش صار فيا يما؟ يا يما حلوه روحي تقعدي شويه يا طفله. ماكش حاسه بيا يا يما، ماكش حاسه بيا. كيفاش مانيش حاسه بيك يا بنتي؟ يا يما تقول موسى وقطع فيا يا يما. يا يما ما قدرت يا يما. واش كاين؟ تلقيت صوره قالت لي بلي راكي مريضه. يما يا يما يا يما واش صار فيا يا يما؟ انا سيفت عليها خضات شويه تاع الكاطو شوف واش صار فيها. انتوكسيكاسيون. الكاطو هذا قديم. لا لا كاطو مليح، هي اللي كلات خمس طراف. خمس طراف يما كرشي يما ما قدرت. عندها الحمى نوضي نديك للسبيطار. نوضي. لا لا خلاص بريت. بوه حميده روحي للسبيطار ديري العمليه تبراي. يما
على عليك انت يا ثانيه مهديه، كيفاش هذايا؟ واش من العمليه هذه؟ تروحي غسلوها لستوما. ايه خلاص نغسل معدتي بالتزانه. لا لا نودي حميده نديك للسبيطار، هكذا كي نغيب نروح مهني. تغيب؟ ايه راح نسافر. شحال تقعد؟ واحد الشهر هكذاك. شهر؟ شهر؟ يعني 30 يوم. هاك يا ربي تحسبي. يسمى بريتي. ربي سهل يا وليدي. ان شاء الله كل شيء يمشي على احسن ما يرام كما يقول. مبروك عليك. الله يسهل. الله يبارك فيك. يما تزانة. ايه معلي بنتي دوك نطيب التزانة بنتي. مهدية. انا راح نغلي امي هاندي لها التزانة وانت جيبي لها حبة كاشي. صحة معلي. خليت لك الشفا ان شاء الله. ما تبطلش مهدية. حسينو. فكرتني نبشرك شكري قبل. الحمد لله هكذا هاك رايح تولي جد وناكل الطمينة. ودي انا وحده وحصلت. يرحم بوك فهمني كيفاش تعمل انت مع بناتك ولادهم ولاد ولادهم. انا والفت والفت. واش بيك يا خويا وتضحك؟ ايه نضحك واش تحبني نعمل؟ اسمع انايا كي الدراري يبداو يزقيو ويديروا الهراج والتخلاله في الدار نخرج ونخلي الحاجه تحصل. يا خويا عندك الزهر. انا وحدي. اسمع حقا فكرتني الحاجه سقساتني ما راكش مع ولا تعاود الزواج؟ لو كنت سمعك رطيبه. لا حيا في الدين. لا حيا في الدين يا سي. واش كاين؟ انت يا راجل والراجل لازم له مراه. على خاطر عندها وحدة سمعت في العائلة تاعها توفى راجلها وما ولدتش وتوالمت. ايوا انا وصلنا للمقصود. ايوا واش فيها؟ نولوا نساب هكذاك. اسمع اسمع في هذه الساعة انا عندي بنت وحدة نروح نلعب مع الشباب خير ونخرط نتاعك. اي روح اقعد وحدك الباباس ادخلك. قولي صح راك رايح تغيب؟ إما قالت لي بلي ماذا بيك نحوس على كاش ستاج. حوست وخلاص أنا صبتو. مبروك عليك. خسارة لي غالي. شحال؟ واحد لعشرين مليون هكذاك بلاك أكثر. عشرين مليون واللي ينجح؟ عنده دار طوموبيل ومرتبة مليحة. خسارة اللي ما عنديش انا الصوارد. ولو كان سلف لك انا الدراهم حميدة قبلتي ياك دراهمك سلفتيهم الفريد ولا كش ما راكي مضرقة عليا؟ يما بعت الدراهم تاعها عطتني حقها. وزيد دراهمي دراهمك وكيما يقولوا كي تولي مدير زيادة فيا في ولادنا. حميدة دراهم يماك الرجع منها بصح ماذا بيك حكاية ولاد خلينا منها. حسين أنا نحب دراري. الدراري من بعد يا حميدة دركا دار وحدنا طوموبيل نحوسو نزهاو ومن على خمسة ست سنين هكذاك نفكروا في الولاد. لو كان يجيو هذيك بكري بصح دروك يجيو وقت ما نحبو حنا. حميدة الدرهم اللي قلت لي عليها راهم هنايا ولا راهم في البنك؟ يا ربي راهم راهم هنا في الدار
لا بونك صح. انا لازم نسافر اليوم. استاجد على بالك راهم يضربوا عليها. شكري خممنا مليح واخترنا الطريقه اللي قلتي لنا عليها. ايه الحمد لله. بصح مازالني حابه نشوف الام. شوفي انتي ما تشوفي يمات الطفل وهي ما تشوفك، ياك تفهمنا؟ بصح يجي نهار وين الطفل يحوس على يماه الحقانيه، مادا بيا يكون بجنبي ونعاونو ومن بعد يختار. انتي وحدك. ايه يا منى تحبي نحكي لك؟ كانت وحده في المسيد حبيبتي، رباوها ناس، وكي جوزنا الباك طلبت منهم الاسم والعنوان تاع يماها الحقانيه، رفضوا. حاولت نعاونها ما قدرتش. واش عملت؟ رفضت روحها وهربت من الدار. قلبت الدنيا كامل، كتبت في الجرائد، عملت إعلان في التلفزيون، في الإذاعة، بلا فايدة. عام من بعد حبت ترجع، والديها اللي ربوها ما حبوش، رفضوا لخاطر بهدلتهم حياتها يا لطيف. على هديك اللي الصغير اللي حبيت نربيه مادا بيا ما يعرفش العذاب والنهاية تاع حبيبتي. رتيبة كيما تفهمنا يا بنتي يا المراه اللي تعطي لك الصغير هي تعطي لك الرساله، كي كبر الا حوس على يماه ادي له الرساله، واذا ما حوش لا لا. هذه انا نقول لك غير خليه في نيته يا بنتي. عندك الحق والله يا رتيبة يا بنتي، لو كان تعطيني هاد الكريسي تحجي فيا. فريها لي برك، مشي نعطي لك غير الكرسي، نعطيك كل شيء كل ما نسى. ايه يا بنتي صح، بعد مع الشمس هذه وتزيدي تبربريني غير يجيني النعاس. ايه يا بنتي معاك يا منى. يا عمري بصح انا يلزمني كل حاجه زوج، شهريه كامله ما نعرف لا تكفي. حميدة كاش خبري فرح؟ اش مخبر؟ راني نشوف فيك راكي تخيري. لا لا ماشي ليا، فلا وقل تجيب لنا بيبي. فلا خالتي عيشة قالت لي ما بلي انت اللي رحتي للطبيب. كنت تعبانة شوية هذا ما كان. واش راهي فلا؟ واش راهي؟ حالة لي راجلها غايب. علاه وين راح؟ راح للخارج. ايه عندي وحدة تخدم في المطار شافته البارح. معلوم خدا الطياره. بصح حبيبتي تخدم في المطار الداخلي. شنو كلماتو؟ لا لا ما كلماتوش. اما هذيك هي شبهاتو. نقولك حاجه صوره، لا خليك ما تقولي والو الفله، تعرفيها هي كيفاه. لا لا ما قلت حتى لواحد. حميده راكي تعبانه ما تحبيش انتك الطبيب نتاعنا؟ هايل كتر خيرك، هاد الساعه طبيبي يكفيني. بقى على خير. مسخر بيا خويا. ما عندكش كيما هذا 4 سنين؟ كاين اسمو لاكول احمر. كاين على سلامتك بنتي. يسلمك بابا. وش هذا؟ شفت وش شريت؟ منى قالت لي بلي الام ربيتي عليها الكبده.
علاش ما تعمليش كي الفلام؟ جبيها تعيش معك؟ يا ريت، بصح منى طلبت مني السر التام، وراني نحاول نفرحها كيما رايحة تفرحني إن شاء الله. علاش ما تروحيش أنت وشكري للمركز؟ ها؟ وتختاروا الصبي اللي تميلوا ليه وتديوه بالضمان. زلنا نعاودوا. نعاودوا ونزيدوا نعاودوا حتى نقنعك. ولا قدر الله صبي نتاع هذه المرأة كين زاد مريض ولا فيه لولا، ها؟ واش تديه ولا؟ منى أكدت لي بلي هاد الأمر زينة وداتها حتى عند الطبيب، وإذا شافت حاجة فيها ولا في الصغير تخبرني. نقول لك ما عندي ثقة لا في هذه منى ولا في المرأة اللي رايحة تسمح في كبدتها. لو كان ماشي انتي نديها قبل البوليس. بابا يسجيك على وجهي. نزيد لك ماما هاي ها صح هاي هامي ماما. أني حبة ناكل بصح طبيبة قالت لي ريجيم بطلي الخبز الملح السكر كي نحبس هادو كاع نصوم خير. بصحتك كولي مش حبيتي نقول لك سلمى كيفاش راكي تشوفيني سمينه؟ ايه شويه حسن ما يحبش سمان دبري عليا واش نعمل. مش حبيتي نقول لك نشبع ولداتي وكي نروح للدار نخمم لها. قولوا ولداتي قولوا مش حم نزيد لك ماما نزيد لك الحم. لا لا يا وليدي ما تخممش رانا لاباس علينا بالك منا على يومين نرجع الى قدرت ولا ما كانش. علاش تقلق روحك؟ قلت لك ونعاود لك رانا لاباس علينا والحمد لله. توحشتكم بزاف بزاف خصيتوني. حتى احنا توحشناك. شوف ما تقلقش كما قلت لك وان شاء الله تدخل لينا بسلامه. خالتي عايشه قولي لها بلي في كل دقيقه نخمم عليها. الله يسجيك. يبلغ ان شاء الله. هيبقى على خير. بقى على خير وليدي. يا ربي الله يدوم عشرتهم يا ربي. يا ربي كتر خيرك. بصح وش عمل وش عملتك باش تعطيني زوج؟ استغفر الله. نحمدك ونشكرك يا رب طلعني برك على خير. يقول المرأة الحامل صغير يتشبع لواحد تحبه ولا تكره وانا وليداتي اللي من يتشبه لهذا. ولا الطفلة الهادي بابا يقبل حسن. هاي حسن إما مهبول
ما عنده حاجه مخبيها عليا. تخليه يكره الدراري. يا ربي كيما تقول يما، منجوس غير اللي مقدر علينا. استغفر الله. الو الو حسن. صح فريد، توحشناك. لو كان تشوف انا يا انت راك لاهي. دقيقه ما عنديش، واش راهي في الله؟ في الله واش ما نسيتكش فيها العروسه الجديده؟ اسمع ما كلمكش خويا. لا ما كلمنيش، وزيد بدلت النمرو وقليل اللي عنده. واش كاين؟ والو. اسمع شوف، تقدر تكلم سيريا. وانت وين راك؟ قلت لك تليفوني له، قل له بلي ما قدرش تتصل بيا، ورد بالك تقول له بلي انا طلبت منك تعيط له. اسمع واش كاين؟ قلت لك كلمه. خلينا منه، واش راهي في الله حميده؟ هيا بركة بلا ما تاخذ لك كلمه. تبيعوا كريمة كنانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. راح الحال بقى نشوف مع يما. قدرت باش تتعلم الفيولون ودوك الجيتارة؟ كنت سنين ومازال. على بالك تطالتي باع علمتني نضرب جوج صوابع على البيانو. ماشي بصح، اروح عند دار عمي سليمان ونوريلك. ما تخليليش ماما. حقا علاش ما راكمش تجو عند تطالتي باع؟ خلوش كريه قابل تطالتي باع، راهي مريضة. بعيد الشر عليها، ما راهي تلعبها. لا 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 لا، راهي شوية مريضة، ما تحب تشوف حتى واحد حتى يجي البيبي. مراد راح الحال الماتش. انا رايح مخدوم بجد عند دار عمي سليمان ولا اشطارتك. لا خلاص ما كان له، تمسخرت بيك برك، ما نعرفش نلعب. خزوة خيخ يا يما، شعمل لساني. وش كاين يا خبات؟ وانا لساني طويل. وش خبات؟ انا ماما قالت لي حتجيب البيبي ودير السابع. مين تجيبو؟ تعطيو لها واحد المراه بصح يكون صافكم يماكم، ما تقولوا حتى واحد. على بالنا نروحو وجا معلم تاع الموسيقى. حفظتو؟ حفظت. انتي يا ما حفظت. هيا فرغوا علينا الدار يا بنتي. لا وين وصلتي؟ راكي غايصة يما. راني خايفة على فريد ما يرجعش. هيت الشر يا بنتي. ولا واش أثر عليك كلام خوه؟ ما تخميش، غير فريد ما يسمحش ابدا في بنت العزيز عمه. ما فهمتينيش يما. حبيت نقول مره على مره نغيص يجيب لي ربي كلير حادث، راه حاجه لفريد مش عارفه، اكسيدون حادث توقع له حاجه. بعد الشر يا بنتي في الله.
واش راكي تقولي؟ حميدة اش بيها هبلت؟ مالي يا بوبو كان يسمعوا الجيران يضحكوا علينا. تيرارارا تيرارارا رارارا تيرارارا تيرارارا تارام. مس الخير عليكم. مس الخير يا وجه الخير. لالا شبعت الرقاد وناضت تغني. صحة صحة. قولي لي ما خدمتيش اليوم؟ راني مريضة عندي سيرتيفيكا بعدها لهم. ايه ندبر عليك غدوة غير تنوضي اقفزي للسبيطار بعد الشر. لا لا عندها الحق اختك، هكذا باش كي يرجع حسن يسيبك بريتي. اللي يعمل العملية راهو غايب، والطبيبة قالت لي ربي نعم عليك يا حميدة ماشي كيما اختك المسكينة. يما راكي تسمعي حميدة تعيريني؟ هذه حاجة الله يا بنتي. استناو ما فهمتونيش. انا قلت لو كان ربي ما يسهلش تروحي تجيبي صبي من المركز. ايه ان شاء الله. الحمد لله فريد راه راضي بهذا الحل. يا ربي وعلاش علاش فريد ماشي كيما حسن؟ حميده واش بيك؟ ماشي كيف كيف فريد وليد عمي وانتي؟ استغفر الله. فريد يحب دراري ربي ما طالوش، وحسن لو كان يسمع كي يرجع اما يطلقني اما يقتلني وحتى الزوج. حميده فهمي روحك يا طفله، واش حاب يقول هذا الكلام هذا؟ تحاجي وتفكي وحدك. لو كان واحد معليش يجوز، بصح زوج زوج شنو حبيتي تقولي باللي انت سبقتيني وراكي؟ يا ملا ماشي مسألة عملية، راكي زوج يا يما زوج زوج. مبروك يا بنتي مبروك، الحمد لله يا ربي. فلا انا قلت له كان يسمع حسن، واحد ليا واحد ليك بالك يقبل. حميدة تعطيني واحد ليا ليا انا صح؟ الحمد لله الحمد لله اللي قعدت عايشة حتى لهذا الفرحان. حميدة قولي اللي تحبين نوجدها لك، واش نطيب لك واش نوجد لك واش نجري لك؟ راني حبة حمر لا لا نجمر ونشوي كل شيء شعريتك وما تكفينيش. يا بارك شهدة. يلا يلا كوزينة كوزينة. قولي هذا بعد ربي يعمل صحتك. بسم الله يلا يما هذا ليهم الزوج.